كتاب جانت براون الحقيقة من الحاجات اللي عاملة أزمة لناس كتير في مذاكرة الـ CPHQ. هو مش أزمة ولا حاجة خالص. كتاب جانت براون سورس زي ما بنمسك ليبينج كوت وبنمسك مش عارف بتاع الجراحة ده اسمه ايه, سورس للكواليتي نرجع له لما نحتاس. مش مطلوب ان احنا نقرأ كلمة كلمة فيه, ولا حرف حرف, ولا من الجلدة للجلدة, ولا نحفظ الحاجات خالص. امال هنقرأ ازاي ولا هنذاكره ازاي؟ احنا النهاردة مثلا اتكلمنا على chapter 1 quality concepts. خلاص هاجي افتح جانت براون, هاخد من اول الشابتر, هلاقي في حاجات كتيرة يعني دي thoughts مش عارف ايه, كلمات مأثورة للناس, عدوا الحاجات دي كلها اهو. نيجي من اول هنا definition of quality, اقرأ لي كم definition. اوكي مش لازم اقرأ كله, مش لازم اقرأ كل حاجة, اقروا بس على قد ما احنا حاجات تفكرك, يعني اعتبروا كتاب جانت براون revision للي خدته في المحاضرة. فليترلي انا عايزاكوا تاخدوا كل topic احنا اتكلمنا فيه وتقروا تحتيه اهم العناوين, مش عايزاكوا تقروا كلمة كلمة. مشكلة جانت في انها بتلت وتعجن كتير. اوكي يعني بتلاقيها بتعيد وتزيد في نفس الكلام, ما تسرحوش معاها. انت حدد على طول انت عايز اقرأ في الكواليتي تحتها ايه. تعالوا مثلا نشوف ده تعريف جوران, كل ده تعريفات الكواليتي احنا خدناها في سلايد. ده تعريف جوران, freedom from deficiencies, ويبقى فيه features. هتلاقيه مديك examples يعني ايه freedom from deficiencies, حاجات ظريفة ان احنا نقراها جميلة. اوكي تعالوا نشوف بعد كده ال aspects of, مش لازم بقى نقرا ال HRQ وال ISO قالت ايه وال JCI قالت ايه. عايز تقراها it's well and good for yourself, مش هتقراها مش هتخسر حاجة, مش هيفوتك حاجة. اوكي ال aspects of quality, map measurable appreciative نقراها. اوكي ال dimensions of quality لحد كده جميلة, هو الدنيا ماشية يعني peace. beliefs بقى تقعد بقى ترغيلك الايفوليوشن وزمان كان عملوا ايه عشان يطلعوا كواليتي, عدوها مش هنموت يعني لو ما قريناهاش, عدوها خالص. اوكي هنا الفرق ما بين الكواليتي اشورنس والكواليتي امبروفمنت اهي, حتى لقيناها عارفينها نقراها. اوكي وزي ما بقول لكم ما تقروش حرفيا, ما تقفش على كل كلمه. القرايه يا جماعه بتبقى بالذات للكتب لاول مره بتبقى سكريننج, اقرا كده الدنيا كلها على بعضها, مش لازم تقف عند كلمة كلمة تفهمها. اوكي هتلاقوا بقى في شابتر 1 في حاجات احنا لسه ما خدناهاش, يعني دي مثلا shared vision new pathway, دي انا حاجة ما اعرفش عنها حاجة, دي لسه هناخدها في شابتر 7 ما تقروهاش. اوكي اقروا بس اللي احنا خدناه. هتلاقوا بعد كده مثلا ده احنا قلناها, دي حتة بيتكلم فيها على utilization زي ما كنا بنتكلم من شوية على efficiency واستطرقنا حبة في utilization, هما مكلمك هنا عليها كتايتل, سيبها هنرجع نحكيها بالتفصيل في شابتر 3. اوكي فسيبوها عدوها. هنلاقي مثلا الريسك, هيكلمك حتة عن الريسك مانجمنت, دي هنعيش فيها الريسك مانجمنت, عدوها. اللي ما عندوش وقت يقرا الكلام ده مفيد وجميل, للي عنده وقت يقراه, ما عندناش وقت ما نوقفش بقى مذاكرتنا عليه, عدوه. اوكي اقروا بس اللي احنا خدناه. الفاليو اهي حاجه جميله خدناها وزي الفل نقرا فيها. اوكي فاليو بيست اورجانيزيشن وترانسبيرنسي حلوه نقراها. واضحه يا جماعه؟ هتلاقوا في حاجات كتيره انتوا لسه ما خدتوهاش, يعني الريسك مانجمنت يوتيلايزيشن, هتلاقوا في حاجات بعد كده السيرفيس والبرودكت خدناها. دي حاجات مثلا competitive quality forward quality, ما اقروها for yourself, اللي عايز يقراها, مش هتقراها مش مهم ولا هتأثر في اي حاجة. ال IOM report crossing the quality chasm والستيب اهي شرحينها جميلة نقراها. الحاجات اللي احنا هتلاقوا في شابتر 1 حاجات كتيرة قوي احنا ما جبناش عنها سيرة. اوكي either انها مش مهمة or مش مهمة, دي يعني مش بيعملوا ستريس عليها في الامتحان في topic يعني ال 10 rules of healthcare reform دي يعني مفيش اي فيها حاجه جديده خالص, او انها لسه هنقولها في شابتر 3 في شابتر 7, لسه الحاجات لسه قدامنا كتير. اوكي فاجان شابتر 1 ده ما ياخدش مننا قرايه اكتر من 4 ايام. 4 ايام نمسك جانت براون نركز على التوبكس اللي احنا خدناها. الفولو اب ريبورتس ملهاش لازمه دلوقتي. الانتجريتد برسبكتيف اللي هو الانتجريتد ديليفري سيستم ممكن نقراها, هتلاقوها كاتبين انتجريتد ديليفري سيستم تقريبا اهو. بصوا بقى شايفين شرحينها وسط الكلام. اوكي وتلاقوها جت في الاسئله, فعشان كده احنا عملنا لها ستريس.
الهاند اوت اللي في ايديكو primary source for study، هي دي اول حاجة تمسكوها وهي اللي مركزة على المين بوينتس. جانيت براون اعتبروها revision، محدش يسرح في القراية، اللي ما خدناهوش سيبه، اللي تقراه اعمل عليه صح، يعني الحتة اللي تقراها اعمل عليها صح اوكي، لانك هتيجي في الاخر وهقول لك امسك شابتر 1 اقرا في الحتة دي هتلاقيك لسه ما قريتهاش اوكي. فما حدش يتعب نفسه في جانيت ولا يوتر اعصابه خالص، احنا نقرا بس اللي احنا خدناه اوكي، ما تقروش كلمة كلمة. الجزء بتاع الانشورنس عايز اوصل لكم للجزء بتاع الانشورنس اللي في الاخر. دي الاسئلة. الجزء بتاع الانشورنس HMO model وحكاوي كتير قوي مش عايزينها، كل ده مش عايزينه. HMOs الهيلث مينتنانس والمودلز بتاعتها مش عايزينه، احنا بس عايزين بروسبكتيف وريتروسبكتيف دي ار جي وكابيتيشن بس، وقفلوا على كده. بصوا شايفين الشرح ما لهاش اي لازمه، حاجات بتضيع وقت بس. الهيلث بلانز عيلها في النص. انا عايزه اجيب لكم الحته بتاعت البروسبكتيف والكومبليكيشن والكومر بدي، هتلاقوها مكتوبه في النص كلام كده. انا عارفه انا بقلب بسرعه معلش، اتمنى تكونوا متابعين معايا. اوريكم ثواني، كل ده رغي ملوش لازمه خالص. ريمبيرسمنت اهو، في فور سيرفيس ديسكاونتد بروسبكتيف، ثلاث كلمات. بصوا بقى تحتيها داش مش عايزينه رموه خالص. تعالوا بقى نشوف البروسبكتيف، ادي الدي ار جي اهي جت في النص، ندوروا على الحاجات احنا خدناها. الدي ار جي الكابيتيشن اهي اوكي، وبعدين شارح لك تاني الدي ار جي، بس يعني الشرح هنا ما كانش حلو الحقيقه قوي. الكومبليكيشن والكوموربيديتي بس خلاص، الشابتر ده اتقفل كده، اقفلوه بقى مش عايزين منه حاجه تاني اوكي. اللي عملته النهارده ده اكزامبل هنقرا ازاي جانيت براون اوكي، جاست ان اكزامبل. مش هعمل كده في كل شابتر عشان ما حدش، لاني بلاقي الناس بتسالني اسئله غريبه جدا، الحته دي اقراها ولا ما اقراهاش، الحته دي علينا ولا مش علينا اوكي. يعني انسوا خالص ان احنا في الكليه بتاعه زمان بقى والضح بتاع صيدله بتاعنا ده والحاجات دي، خلاص ده مرجع يعني نقرا منه الحاجات اللي هتفيدني. اللي بناخده في المحاضره ان شاء الله الامتحان مش هيجي بره الكلام اللي بنقوله في المحاضره خالص، احنا اللي بنقوله في المحاضره اكتر من اللي مكتوب في جانيت اصلا اوكي، لان في كذا سورس انا بستعين منهم في تحضير المحاضرات. فاللي عملناه بقى في شابتر 1 ده هنكرره في كل السبع شباتر اللي جايين، الست شباتر الجايين اوكي. طبعا برضو ستيل يعني اللي عنده سؤال، اللي قرا حاجه لقاها غريبه او جديده او كده يسالني فيها، بس نظام الحته دي علينا ولا مش علينا لا، محدش يسال السؤال ده خالص، بليز بليز اوكي. خدوها كده شوفوا انت شايفها تنفع تبقى حاجه تبع مفيده بالنسبه لنا ولا مش مفيده، لو ضيع وقت سيبها، اقروا بس اللي بناخده في المحاضره.